نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، نصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يريدنا موردهم ويدخلنا مدخلهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. أمين أمين. أما بعد، معاشر الصالحين حفظكم الله جميعا وكتب لنا ولكم أجر هذا المجلس الطيب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا هذا المجلس ذخرا يوم لقائه، وأن يجعله مما يفتخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، فنكون بذلك من الذين يباهي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة. صحيح أن الجهد ليس يعني قتالا في ساحة حرب، ولا يعني وقوفا على أبواب أهل العدوان، ولا وقوفا في ثغور الحروب، ولا شيء من هذا القبيل، إنما كل منا بفضل الله سبحانه وتعالى ينعم بالأمن والأمان في مكانه الذي هو فيه، بل ما تكبدنا حتى عناء التنقل لنجتمع في مكان واحد. لكن رحمة الله عز وجل أوسع وأكبر وأشمل، ونحن في هذا نطمع وبه نتشبث، عسى أن يغفر لنا ربنا سبحانه وتعالى تقصيرنا، وأن يسترنا بستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه، وأن يقبل منا هذا الجهد المتواضع. فهذا طمعنا في كرمه وطمعنا في رحمته سبحانه وتعالى. ثم الشكر موصول لسائر الإخوة القائمين على هذه التنسيقية عبر لجان مساجد المدارس والمعاهد العليا في المغرب كله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم، وأن ينفعهم وأن ينفع بهم، وأن يبارك جهودهم، وأن يتقبل سعيهم، وأن يجعل مثل هذه الندوات الطيبة أول قطرة من قطرات الغيث الذي نرجو إن شاء الله تعالى أن يكثر فيما بعد، عسى أن ينبت العشب والكلاء ويسقي الناس وينهل الناس من معينه، فيحدث تغييرا طيبا على منوال التغيير الذي أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية ابتداء، ثم في الأرض كلها بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى عليه سقيا الوحي، فأحيى الله سبحانه وتعالى بذلك الأرض بعد موتها. والشكر موصول أيضا لأساتذة الكرام الذين كما أن لهم السبق في المجال العلمي والمجال الدعوي، فأبى الله إلا أن يكون لهم السبق في هذه الليلة حتى على مستوى التوقيت، وذاك مقامهم يتقدموننا، وإنما نحن إنما نكون في الذيل، عسى أن ننال شرف التشبه وشرف المحبة. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات. فيما يتعلق بشفاء محور شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، أهمية هذا المحور تتجلى في أنه يربط النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يكاد عدد من الناس يزهد فيه في هذه الأزمنة الأخيرة، بسبب طغيان النزعة العلموية وطغيان استعمال العقل المادي المجرد. فحتى تناول الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد يكون تناولا يعني منفصلا عما ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، ألا وهو علاقة النبي صلى الله عليه وسلم الوطيدة بعالم الغيب، إذ قال فيه الحق سبحانه وتعالى: قل، أي قل يا محمد، ما نفسه في سورة الكهف في خواتمها، قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن الفرق الذي لا يجب أن ينسى: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر صحيح، لكنه يوحى إليه، محمد بشر لا كالبشر،
محمد ياقوتة بين الحجر، أو كما قال القائل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الإخوة يعني في هذا التسلسل الجميل قضية معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يجب وجوبا شرعيا على الناس عموما وعلى الشباب خصوصا أن يعرفوه، ومقام الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومقام اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأمته. العجيب أن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر فضيلة الأستاذ سيد رضوان الشيباني حفظه الله، فالاهتمام للنبي، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وحمله لهم أمته ما كان فقط في الدنيا ثم انقطع. وكل منا مهما يكن درجة الهم الذي يحمله على الناس، فإن هذا الهم ينقطع بوفاة العبد إلا فراد الناس، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما أقول إلا فراد الناس؟ لأن الله عز وجل ما ذكر لنا مؤمن قرية آل ياسين، قال سبحانه وتعالى لما مات ذلك الرجل مستشهدا فقط لأنه نصر الرسل والأنبياء، قال قيل ادخل الجنة، أي بعد موته، قال يا ليت قومي يعلمون، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. فهذا رجل محب للأنبياء، محب لدعوة الإسلام، مؤمن محب للخير لأهله، فقط لأهل قريته، ومع ذلك عادوه وضربوه وقتلوه. لكن لما توفاه الله عز وجل شهيدا قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. فكيف بالذي لا تقوم لأحد قائمة غدا يوم القيامة، ولا يتكلم أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يتكلم أحد إلا الرسل والأنبياء، كما جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم في ذلك اليوم اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها لما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم يعني نشاطا، قالت له يا رسول الله ادعو لي، قال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وقيل قال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فسرت السيدة عائشة رضي الله عنها وضحكت من فرحها ومن سرورها بهذا الدعاء، وهي ربما استلقى رأسها على حجرها من كثرة ضحكها وفرحا بهذا الحديث. ولو كان أحدنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له مثل هذا الدعاء لما وجد قلبا متسعا لمثل هذه الفرحة، فلعل أحدنا قد لا يستلقي رأسه بين رجليه، وإنما لعله يخر ميتا من كثرة الفرح. لمثل هذا يفرح، لمثل هذا يفرح. فقال لها أسررت يا عائشة؟ قالت كيف لا أسر يا رسول الله؟ قال يا عائشة فوالله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. عجيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر أحدنا في صلاته، مثلا كلنا يحب أبويه، كلنا يحب أبويه، وأنت تحب أبويك تدعو لهما، لكن بالله عليك هل تدعو لأبويك في كل صلاة؟ أنا أظن أن هناك من الناس من يدعو لوالديه في كل صلاة، يعني هذا موجود، لكن هل مجملنا يدعو لأبويه في كل صلاة؟ يعني هذا بعيد، لأن يأتي على الناس أمور يعني تشغلهم وتشغل بالهم، ويعتريهم من الهم وتأتيهم من الصوارف ما تصرف أدعيتهم واهتمام قلوبهم إلى هذه الأمور، ثم يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى في صلواتهم بالدعاء ليرفعها، ثم بعد ذلك عندما يستعيد توازنه إن صح التعبير العادي فيتذكر الدعاء لأبويه. طيب هذان الأبوان لأن لهما هذا الحق العظيم، ومع ذلك تأتي صلوات كثيرة ننسى الدعاء لهما، فكيف بإخوانك وأصحابك وأصدقائك وأولادك وجيرانك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه دعوته لأمته، بمعنى الأمة، بمعنى ليست أصحابه الذين هم الآن معه في الجزيرة العربية، بل لكل مسلم مسلم إلى قيام الساعة، بل كان دعاؤه حتى للذين حاربوا، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
وكان دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأمته في الصلاة بمعنى أنه في أشرف مقام في الصلاة، ألا وهو مقام السجود، على خلاف بين أهل العلم أيهم أشرف في الصلاة، هل هو القيام لأن فيه تلاوة القرآن وهو كلام الله عز وجل، أم هو الركوع الذي فيه تعظيم الرب والذكر من دون سؤال الحاجة، أم هو السجود لأنه هو مكان القرب من الله سبحانه وتعالى. فهذا المهم عندنا، أن قضية السجود التي أتى التركيز عليها وفيها يكون الدعاء ودعاؤه لأمته في كل صلاة إنما يكون في السجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونفس هذا المقام الذي هو مقام السجود هو المقام الذي يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يغضب ربنا سبحانه وتعالى غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فقط لنحاول تصور شيء يسير من هذا الغضب، ولا يمكن، لكن نحاول أن نتصور شيئا يسيرا منه. غضب الرب سبحانه وتعالى على قوم لأنهم مارسوا فاحشتين كبيرتين بعد الشرك وتكذيب الأنبياء، ألا هي فاحشة قطع الطريق وفاحشة إتيان الذكران شهوة من دون النساء، وهم قوم لوط عليه السلام. غضب الحق عز وجل عليهم فأرسل إليهم الملائكة رفعت قريتهم إلى عنان السماء الدنيا، فكانت ملائكة السماء الدنيا تسمع نباح كلاب قريتهم، ثم جعل عاليها سافلها وما اكتفى بهذا أمطر عليهم حجارة من سجيل. هذا غضبه على قرية فعلت هذه الفواحش، لا أقلل من شأنها أبدا، لكن انظر إلى الفاحشة وانظر إلى غضبه سبحانه وتعالى. غضب قبل ذلك سبحانه وتعالى على إبليس لأجل سجدة لم يسجدها، ولأجل ما اعترى قلب هذا اللعين من الكبر فطرده إلى يوم الدين من رحمته، وهو ملعون بعد يوم الدين الذي هو يوم القيامة إلى أبد الآبدين في قعر جهنم. يغضب الحق سبحانه وتعالى على قوم هود لأنهم كذبوا نبيه، ما ضربوه، ما سجنوه، ما قتلوا، لم يذكر أنهم قد قتلوا أتباعه، لكنهم كذبوه، فأرسل الله عز وجل عليهم الريح. وما تعلمون من قوم صالح، فكيف يكون غضبه عندما لا يبقى على وجه الأرض رجل يقول الله الله، وتكون الأمم قد استوفت كل أنواع الشرور من الشرك إلى ما قد تتخيله من غير ذلك، ثم تقوم القيامة على شرار الخلق، ثم تكون أهوال القيامة، ثم يحشر الناس، فيثقل على الناس ذلك المقام. لا أريد أن أستفيض، لكن أحيل الإخوة جميعا والأخوات على الرجوع إلى حديث الشفاعة الكبرى، سواء الرواية التي هي عند البخاري أو مسلم أو غيرهما، ولو جمعوا الروايات الصحيحة عند أهل السنن لكان خيرا وأبقى. ثم ينظرون، ولا بد لنا من المذاكرة في هذه الأمور، كما ذكرت لكم النزعة الغالبة الآن هي وكأننا نحاول تحييد جانب الغيب والجنة والنار والمعاد على اعتبار أن السلطة التي تمارسها الثقافة العلموية الآن الغالبة إنما هي ثقافة الكلام عن ما هو مادي وما هو تجريبي، فحتى صرنا نلوي بعض أعناق بعض النصوص عسى أن تستجيب لمعايير الثقافة الغالبة الآن، فبذلك نكون قد تزلفنا إن صح التعبير إلى أقوام عسى أن يؤمنوا بهذا الدين. فوالله لا ينصلح آخر الأمة إلا بمن صلح به أولها، بكتاب ربها عز وجل، لا بشيء آخر، بالوحي وبما كان من تطبيق لذلك الكتاب تطبيقا عمليا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. فيغضب الرب سبحانه وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، ما قال الحق سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم وبالجنة وكذا، وجيء يومئذ بجهنم، ليعلم الظالمون أين مستقرهم، وليرى المؤمنون، جعلنا الله وإياكم من المؤمنين الناجين، وليعلم المؤمنون أن وعد الله عز وجل كان حقا لهم، وأن وعيده لخصومهم كان أيضا حقا، فيرون تحقق العدل المطلق في ذلك المقام.
مقام مهول، 50,000 سنة، من يستطيع وقوف هذا الوقت كله؟ نضجر إن جلسنا في بيتنا على أرائكنا منعمين وعندنا الماء البارد وربما المكيف في الجو الحار، ومع ذلك إذا تأخر أحدهم عن موعده معنا 10 دقائق نضجر وقد نغلظ القول ونتصل ونعيد الاتصال. 50,000 سنة والناس حفاة عراة غرب كما ولدتهم أمهاتهم، أي هول هذا؟ ومنهم من في عرقه ومنهم من في، والله المستعان، أحوال لا يعلمها إلا الله عز وجل. فيذهب الناس يعني كأنهم يتشاورون، من لهذا الموقف يتقدم بين يدي الله فقط ليقوم الحساب، فقط ليقوم الحساب. فيذهبون عند آدم، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي، نفخ فيك من روحي، فعل أعطاك وأعطاك وأعطاك، ألا تشفع لنا، ألا تشفع لنا عند ربي؟ فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، أما وإني قد أكلت من الشجرة وقد نهيت عن ذلك، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. ثم يشير عليهم بالذهاب إلى نوح، فيذهبون إلى نوح، يا نوح أنت أول الرسل وأنت كذا، ويذكرون من مناقبه عليه السلام، فيقول لهم مثل ما قال آدم، ويزيد عليه إنه قد كانت لي دعوة فاستعجلتها في الدنيا ودعوت على قومي، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام، يا إبراهيم أنت أبو الأنبياء وخليل الرحمن وفضلك الله بكذا وكذا، ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول لهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. ثم يذهبون إلى يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. يذهبون إلى موسى فيقول لهم مثل ما قال إخوانه الأوائل من الأنبياء، قلوا اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى فقل يا عيسى أنت رسول الله وكلمته وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول، ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وقال عليه الصلاة والسلام بالنسبة فيما يتعلق بعيسى عليه السلام، قال ولم يذكر ذنبا، لم يذكر ذنبا، ومع ذلك قال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أنت خاتم المرسلين وأنت سيد أفضل الأنبياء، ألا تشفع لنا عند ربي؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. ما قال صلى الله عليه وسلم لقد أديت الذي علي في الدنيا والله يشهد أنني كنت أدعو لكم في كل صلاة من صلوات، بل كنت أبكي الليل وأنا أقوم أسجد بين يدي ربي عسى أن يرحم هذه الأمة، كما جاء في الحديث الذي ذكره فضيلة الشيخ الأستاذ رضوان الشجداني حفظه الله، أنه يستحضر قول إبراهيم عليه السلام رب إنهن واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ويبكي صلى الله عليه وسلم ويقرأ قول الله عز وجل حكاية عن عيسى عليه السلام في هذا الموقف العصيب في خواتم سورة المائدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويبكي صلى الله عليه وسلم. فيرسل إليه الحق سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام، والله عز وجل أعلم برسوله لكن جبريل مخلوق من مخلوقات الله، عليه أن يؤدي المهمة التي من أجلها خلق، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فيقول له يا محمد إن ربك يسألك ما يبكيك، فيقول له أمتي أمتي يا جبريل. فيقول يصعد جبريل يقول له يا رب إنه يبكي لأجل أمته، فيقول له الرب سبحانه وتعالى يا جبريل انزل إلى محمد وقل له سوف نرضيك في أمتك ولا نسوءك صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ولا يكتفي بحمل همنا في الدنيا بل يحمل همنا في الآخرة في هذا الموقف العصيب، فيقول فآتي عند العرش، ماذا يفعل؟ فيخر ساجدا،
يخر ساجدا، نداء إلى كل من فرط في صلاته وإلى كل من فرطت في صلاته، ونداء إلى كل من يصلي لكنه يصلي ظاهرا وقلبه بعيد كل البعد عن إقام الصلاة على الوجه المطلوب. نداء إلى كل من يشتكي كيف أنني أصلي والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولازلت أسقط في كبائر الذنوب لا في صغائرها. أقول له والله لو أقمت الصلاة على الوجه الذي ينبغي لنهتك صلاتك عن الفحشاء والمنكر. هذا كلام ربنا عز وجل، فإن كان من خلل ففي تطبيقك. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أقم الصلاة، ما قال وصلي، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ذكر الله، إقام الصلاة، تعظيم الذكر داخل الصلاة وخارج الصلاة نتيجته حتمية تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتستحضر في سجودك مقام سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأحمد ربي بمحامد لا تحضرني الآن، يعني محامد سوف يفتح الله عز وجل بها عليه في ذلك المقام العظيم وفي ذلك الموقف العصيب والمطلع الرهيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحضره تلك المحامد في الدنيا، علما أنه في الدنيا ليس رجل يزعم أنه حمد الله وسبحه وقدسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، بل سمي محمدا بهذا الغرض، فوافق الاسم المعنى، وافق الاسم المسمى ووافق الوصف المعنى. ثم يقال له، يعني يحمد الله ما شاء الله عز وجل له أن يحمده، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك واسمع وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فلا يقول مثل ما قد يتبادر إلى ذهن أي رجل من رجال الدنيا أن ينقذ نفسه وذويه، بل يقول: أمتي أمتي، لا يقول حتى اللهم اغفر لي ولأمتي أو اللهم أنقذني وأمتي أو اللهم رحمتك بي وبأمتي، مباشرة أمتي أمتي، وكأني به صلى الله عليه وسلم من فرط همه الذي يحمله على هذه الأمة أنه ينسى نفسه في غمرات همه الذي يحمله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الموقف العصيب. ألا يحب هذا النبي؟ ألا يسعى في طلب محبته؟ ألا يسعى في تطبيق سنته؟ ألا يسعى في هداية الناس لسنته كما كان يسعى هو لهداية الناس جميعا لذلك؟ صلى الله عليك يا سيدي يا خير الورى. ثم بعد ذلك، وهذه الحركة يعني لا يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، بل ذكر أنه يكررها ما لا يقل عن 4 مرات. مرة الأولى فيشفع في أهل الكبائر، والمرة في إدخال أهل الجنة ابتداء، ثم يشفع في أهل الكبائر، ثم يشفع في أهل الصغائر، ثم يقال له بعد ذلك: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا ربي اغفر، يعني شف أمتي أمتي، فيقول له: يا محمد ادخل إليها، أي إلى النار، وأخرج منها من كان في قلبه أصغر مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجه، ثم بعد ذلك يسجد بين يدي الله عز وجل ويحمده بالمحامد التي لا تحضره في الدنيا، ويقال له: يا محمد سل ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فيقول له: يا ربي إذن لي في أن أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فيقول الرب سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، يخرجن منها، أي هؤلاء استحقوا النار ودخلوها، ثم بعد ذلك يخرجون من سأل الله العفو والعافية، سأل الله العفو والعافية. فإذا دخل الناس الجنة كل بحسب عمله في الدنيا يكون قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أساتذتنا
كلاما يعني كبيرا طويلا في هذا الباب، وقد أجادوا وأفادوا. أذكر باختصار نقاطا يسيرة إن شاء الله تعالى في بعض الأعمال في الدنيا التي توجب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته في الآخرة. أولا ابتداء وقبل كل شيء، حبه صلى الله عليه وسلم، الحب الصادق الذي تكلم عنه فضيلة الشيخ الأستاذ سيدي محمد سيدي أحمد محمد الأمير حفظه الله. يعني قضية محبة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره سائر الأساتذة حفظهم الله، تكون المحبة على قدر المعرفة، لأن المحبة التي نحن مطالبون بها إنما هي محبة شرعية وليست المحبة الجبلية الفطرية. فلما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله وهو بين أصحابه، يقول له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم موجها توجيها عمليا: وما أعددت لها؟ فيقول الرجل: والله ما أعددت لها كثرة صلاة ولا صيام، ولكنني أحب إلا أنني أحب الله ورسوله، إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال له: المرء مع من أحب، أو أنت مع من أحب. وفي الحديث الآخر يأتي الرجل ويجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، قيل في سفر، فيقول له: يا محمد. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ها أم، يعني ماذا تريد؟ فيقول له: المرء يحب الرجل، الرجل يحب الرجل، أو إن المرء يحب قوما ولما يلحق بهم، أي أنه لم يعمل بالعمل الذي قد يلحق بهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وكان أنس رضي الله عنه في الحديث الأول يقول: والله ما فرحنا بحديث كفرحنا بهذا الحديث، المرء مع من أحب. قال رضي الله عنه: لأنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بعملهم. هذا أنس بن مالك أبو حمزة رضي الله عنه. فماذا نقول نحن؟ نحن نريد أيضا أن نتقرب إلى الله عز وجل بهذه المحبة، عسى أن يدخلنا بهذه المحبة الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مقاماتنا مختلفة لكن هي رفقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكل درجات مما عملوا. الموجب الثاني لمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم العمل بسنته عن طريق طاعته صلى الله عليه وسلم. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من الموجبات لدخول الجنة ورفقة النبي عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من موجبات دخول الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة، كثرة الصلاة، لا أقول كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، بل أقول كثرة الصلاة. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتوضأ، فيجد وضوءا قد أعده أحد صحابته، فيسأل: من يعني من أعد لي هذا الوضوء؟ فيقول له ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. وكان غلاما يعني صغيرا، قال له: أنا يا رسول الله. فقال له: سلني، سلني بمعنى أطلب مني أن أدعو لك الله عز وجل بما تريد. قال له: سلني. فقال له ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذاك، يعني إن كان شيئا آخر مثلا من أمور الدنيا، قال: هو ذاك. وانظر إلى هذه الهمة العالية، قال: هو ذاك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي أنا الدعاء سوف أدعو لك، وأنت اجتهد في عمل آخر، فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي دله على أعظم ما في الصلاة في هذه الحالة، ألا وهو مقام السجود. فأعني على نفسك بكثرة السجود. وذكر جمع من علمائنا أنها كناية على الصلاة. من الأسباب الجالبة لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة حسن الخلق.
ولقد أطال أساتذتنا حفظهم الله النفس في هذا الباب، لأن من أكبر الأزمات التي نعانيها قبل أن نتحدث عن قضية الواجهة التي نقدمها للإسلام لغير المسلمين هي حسن الخلق. قبل الحديث عن هذا، نحن صرنا يعني وكأننا نتسول من الناس أن يحسنوا أخلاقهم بين بعضهم بعضا، وكأننا يعني نسأل الناس الشيء النفيس من أموالهم الذي يظنون به. يا أخي، ما أردنا منك إلا جانبك الطيب، عسى أن تفوز أنت بمرافقتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي لك الشخص الأطنان والقناطير من الكتب المؤلفة في أدب الخلاف، حتى إذا خالفه أحدهم صار وابلا من النار المفتوحة على هذا المخالف. ولو كان المخالف يعني عدوا محاربا لسلمنا له بذلك: جاهد يا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم في المقام الذي يقتضي هذا الأمر. لكن أمام أخيك، يا أخي، الله عز وجل يقول: يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، أول صفة يحبهم ويحبونه، ثاني صفة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فكيف ترضى لنفسك أن تكون ذليلا على الكافرين عزيزا على إخوانك المسلمين؟ وإن لله وإنا إليه راجعون. دعك من التشدق في المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعك من الكتب التي والأسفار التي تدعي أنك قد قرأتها، ونحن نسلم أنك قد قرأتها. يا أخي، ما أراد منك أخوك المسلم هذه الأطنان من المعلومات؟ أخوك المسلم أراد منك وجها طلقا، أراد منك تطبيقا لزكاة ذلك العلم 2.5%. ما أرد منك 100%. يا أخي، أخرج لنا فقط زكاة ذلك العلم الذي تعلمته، أخرجه لنا أخلاقا تسير به في طرقاتنا فنتبعك. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نورا يمشي به في الناس. كيف يكون هذا النور يمشي بين الناس والوجه مكفهر مظلم، لا يستقي، لا يستويان مثلا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكما ذكر أحبتنا: لا تسأموا يرحمكم الله من كثرة السلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الطيبة التي شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يجمعني بهؤلاء الأفاضل والأساتذة حفظهم الله، وإن كنت يعني أقلهم قدرا ومقاما، لكن نحن أصغر من أن نرد فضل الله علينا، فأكرمنا سبحانه وتعالى برحمته بهذا المجلس. فحاولوا واجتهدوا أن على الأقل إن لم نفز بشيء من هذا المجلس، ولا أظننا إلا فائزين بإذن الله سبحانه وتعالى، ولو لم نفز من هذا المجلس إلا بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكانت كافية. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وإن كان اللفظ الأكثر شهرة، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال جمع من علمائنا منهم المناوي وغيره، قال: يوم القيامة أي في الجنة. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة، أي بمعنى في الجنة، أحاسنكم أخلاقا. كلنا يذكر ذلك الحديث الذي يمسك فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، ويقول له: يا معاذ، والله إني لا أحبك. وكلنا يستحضر ويتخيل يعني كيف هي الحالة النفسية لهذا الشخص، رجل من المسلمين يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بمؤكدات القسم: والله إني لا أحبك. كيف هي الحالة النفسية وشعور تلك الفتيات الصغيرات اللاتي كن قد فرحنا بحضور النبي صلى الله قدوم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة في رحلة الهجرة، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتحببنني؟ فيقولن: نعم. فيقول: والله إني لا أحبكن. كيف هي حالتهم النفسية؟ طيب يا أخي الكريم،
يا أختي الكريمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حسنت خلقك كنت أحب الناس إليه. إذا حسنت خلقك كنت أحب الناس إليه. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة غدا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ثم ختاما، حتى لا نطيل إن شاء الله تعالى على إخوتنا، السبب الأخير الذي أذكره، وهذا ليس فيه استقصاء ولا استقراء لكل الأسباب، إنما هي إشارة من الأسباب الجالبة لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة: كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة. قال بعض شراح هذا الحديث: أولى الناس بي يوم القيامة، قال: أقربهم مني يوم القيامة، وأولاهم بشفاعتي، وأحقهم بالإفاضة من أنواع الخيرات ودفع المكروه. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ففيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيها يعني القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في جناته، جنات النعيم، فيها إنزال الرحمات عليه وعلى كل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فلعلنا إن شاء الله تعالى نتوقف عند هذا الحد. هناك أمور كثيرة من الأمور الجالبة لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لكن حسبنا ما سمعنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخير العمل بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأعتذر أن تقدمت بين يدي أساتذتي ومشايخي حفظهم الله، ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا مجلسا يعني حقيقيا نلتقي به بهذه الوجوه النيرة، فنقبل رؤوسهم ونستفيد وننهل من علومهم، ويزيد طمعنا في رحمة ربنا سبحانه وتعالى، أن لا يحرمنا مجلسا خيرا من هذه المجالس كلها، ونكون فيه جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جناته، جنات النعيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ومن غير حساب ولا سابقة عذاب. إنه جواد كريم، وهو ولي ذلك والقادر عليه، وهو ربنا وهو أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.